نجاحك حيكون مؤقت، ما راح يكون نجاحك. وهذه فوائد تخلقها في المجتمع. ما في شك، ما في شك. من هذا المنظور اللي بنتكلم عن فوائد عوائد برنامج التوازن الاقتصادي على الاقتصاد السعودي، اذا ننظر للمؤشرات مثلا، وكما ذكرت يعني حسب الاحصائيه ل 2006 اللي منشوره في موقع البرنامج، موقع سكرتاريه برنامج التوازن الاقتصادي، نعم، المبالغ اللي استثمرت الى 2006 تزيد عن 17 بليون ريال في مجال 17 مليار ريال. اوكي. والوظائف اللي اوجدت تقارب 7000، اظنها يعني اللي ذكر الموقع انها 6500 وظيفه، بنسبه توطين تبلغ تقريبا ما يقارب 60%. كمعدل. اوكي. كمعدل اكروس الشركات، في شركات اعلى في شركات اقل الى اخره، ولكن كمعدل كمتوسط حوالي 60% في شركات التوازن الاقتصادي. اذا نظرنا الى هالعدد، هذا عدد مو بقليل، خاصه انه في بتقنيه عاليه، وكذلك بيئة اللي هي البيئة الصناعية اللي ما كانت تنظر هالنظرة، وبالتالي أنت أوجدت نواة. إذا استطعت أنك تحقق 6500 وظيفة في شركات برنامج التوازن الاقتصادي اللي فيها نسبة عالية من التقنية في طبيعة عملها، بإمكانك أنه هالنواة هذه تتوسع فيها بشكل كبير مع برامج التنمية اللي نشوفها تنفذ الآن بشكل كبير، بالإمكان التوسع فيها، وهالوظائف هذه تصير مضاعفة. هل مقولة إنه التقنية تخلق الانضباط صحيحة؟ أنا أعتقد فيها كثير من الصحة، لسبب لأنه يعني المنظومات مثل الحاسب الآلي يسوي اللي أنت تقول له يسوي الحاسب الآلي، لا تتوقع إنه يفكر لك، ولكن إذا غلط ما راح يمشي معك، يكشف غلطك. هنا يبدا طريق الانضباط، وهذا بالضبط في المنظومات اللي يعني اللي على 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 مستوى عالي من التقنيه، ما في مجال انك تغلط، لانك يعني اثناء الخطا لابد انه الخطا هذا يبرز، وبالتالي باستمرار في حافز انه يكون الجوده جيده. والحمد لله عندنا امثله كثيره يعني على هالمجال. مثلا على سبيل المثال، شركة الإلكترونيات المتقدمة من خلال مشاركتها، بداية مشاركاتها في البرامج العسكرية، استطعنا أن نحصل على أعلى شهادات الجودة من شركات عالمية، والشهادات هذه ما فيها مجاملة، ما هو لأنه عندهم برامج ينفذونها في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يجاملون ويعطونك درجات عالية، لأنه هذه تدخل على حسب معايير معينة، وتدخل في السبلاير بيس عندهم، ومع شركات عالمية استطعنا أن نحصل على أعلى معايير التصنيف معهم كموردين لهذه الشركات. وهذه طبعا ما في شك أنها تعطي ارتياح لجهتين، تعطي ارتياح للشركة الأجنبية اللي احنا نتعامل معها بأننا ملتزمين بالمعايير، وبالتالي ليصنع ويحمل اسمهم في النهاية المنتج يصنع على أعلى مستوى للجودة، وبالتالي ما يأثر على سمعتهم. إضافة إلى ذلك تعطي الناحية الثانية، أنها تعطي ارتياح للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية اللي وضعت الثقة في هالشركات وسمحت لها بأنها تشارك في تنفيذ جزئيات من البرنامج، بأنه ما في تنازل بسبب التوطين، ما في تنازل عن الجودة أو عن مستوى فاعلية الأجهزة اللي يتم تصنيعها محليا عن اللي جاي من أفضل الجهات العالمية. يعني ما في حكاية عشان خاطر عيونك، ما في خاطر عشان خاطر عيونك. يعني أنا في مرة من المرات كنت أشوف نظام مشتريات الحكومة في، وأعتقد أنه يمكن صار فيه تغيير، بس يعني يستخدم المنتج المحلي حتى لو كان أقل جودة. طيب إذا كان أقل جودة ليش استخدمه؟ احنا لازم نوجد، لانك بمعنى اخر تترك له انه يكون اقل جوده، إيه على اساس انه اسمح له يكبر، بس من البدايه يعني تعطي مجال، تنظر الى عمليه ان التطوير مكلفه، وبالتالي تعطي ادفانتج للمنتجات، ولكن لابد ان تكون بناء على بيئه تتطلب الانضباطيه الكامله. يعني إيه بمعنى آخر إني يعني هذا هو الحب المنضبط، صحيح، بمعنى آخر إني أنا يعني قسوتي من أجل مصلحتك، من أجل مصلحتك ومن أجل استمراريتك، لأنك أنت ممكن تنجح اليوم وتطيح بكرة، لكن لما تكون مبني على أسس سليمة
إذا بدأت صح، إذا بدأت صح تستمر الاستمرارية بالضبط. طيب الآن لو قراءة، أنت ذكرت إنه برنامج التوازن الاقتصادي بدأ في منتصف الثمانينات الميلادية من القرن الماضي، لو بدي أقرأ أنا تاريخ برنامج التوازن الاقتصادي، هل نفذنا البرنامج نحن كما كان مطلوب؟ أفضل تعثرنا في 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 خلال هذه المسيرة؟ أنا أعتقد يعني إذا نقول أفضل فيعني قتلنا طموحنا، وبالتالي أنا أعتقد إنه في مجال كبير لأنه نتحسن بشكل كبير، سواء كان برنامج التوازن الاقتصادي أو فكرة البرنامج نفسه، سواء عن طريق برنامج التوازن الاقتصادي أو من خلال المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبيرة. لكن أعتقد إنه البرنامج استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة على جميع المستويات. إذا كان على مستوى نقل التقنيات المتقدمة، في بداية البرنامج في الثمانينات الشركات الأجنبية، وإلى أن أنا بدأت أشتغل في البرنامج اللي هو في بداية في سنة 90، نفس الكلام، أنه إشراك الشركات المحلية بتنفيذ البرامج اللي إحنا نقوم بتنفيذها هذه الشركات العالمية قد يؤدي إلى أنك كومبرومايزنج أهمية المنظومة، بتتنازل عن جودة منظومتك إلى آخره. استطاع البرنامج أن يثبت عكس ذلك تماما، ما في منظومة شارك فيها البرنامج وكان فيها أي تنازل عن مستوى الجودة. من ضمن العوامل الأخرى اللي ذكرت في تلك الفترة، أنك ما تستطيع أن توجد تقنية متقدمة في بلد يعتمد من الأساس على شراء منظوماته، والبيئة نفسها غير محفزة أنك توجد بيئة منتجة تستطيع أن تعمل بأعلى مستويات الانضباطية. استطعنا أن نثبت ذلك من خلال شركات برنامج التوازن الاقتصادي. فيعني الأعمال كلها تقوم فيها الشركات أعمال مرتبطة بجداول تسليم فيها التزامات كاملة، بحيث أنه عملية نقل التقنية ما تؤثر على الجداول الأساسية للتسليم. ولتفي بذلك لابد أنه يكون بيئة العمل فيها مستوى انضباطية عالية ومقدرة على إدارة المشاريع بشكل متميز، بحيث أنك تتابع التكاليف والجداول للتنفيذ. كذلك استطاعت شركات التوازن الاقتصادي أن تثبت ذلك. نوعية التقنيات اللي تم نقلها إلى المملكة العربية السعودية اللي لم تكن موجودة، هذه في الواقع خلقت لنا مجال كبير للتوسع المستقبلي في المجالات المدنية، وأعطتنا قدرات هائلة في مجالات تدخل في منظومات تقنيات معقدة، اللي أعطتنا الفرصة أن نتفرع منها ونبدأ نعمل تطويرنا المحلي لبعض المنتجات وبعض المنظومات من خلال مهندسين وفنيين سعوديين. وبالتالي إذا نظرنا إلى الأهداف الأساسية للبرنامج اللي وضعتها اللجنة الوزارية، ونظرنا إلى ما تحقق على الأرض، ونظرنا إلى الأرقام سواء كانت حجم الاستثمارات اللي تمت من خلال البرنامج، يعني كل هذه لما نتكلم على 17 مليار هذه كان ممكن أنها تكون من ضمن البرنامج تروح للشركات الأجنبية، لأنها هذه جزء من قيمة البرنامج. لكن تم استغلالها عن طريق هذا، أنها نقلت إلى المملكة وتم تدويرها في المملكة، أصبحت حتى هذا توطين لرأس المال، حتى لرأس المال بالضبط. أنه جزء من استثمارك في المنظومات يعاد تدويره في اقتصادك المحلي، وبالتالي طبعا ما في شك أنه يخدم وبيخلق القيمة المضافة، ما في شك. النقطة الرئيسية اللي ما ذكرتها أنا من البداية لما بدأنا نتكلم عن برنامج التوازن الاقتصادي، وأنا أعتقد أنها يعني نقطة جدا مهمة، أنه عملية التوازن الاقتصادي لا ترفع من تكاليف المشاريع، فينظر إلى تحقيق، لا ترفع أو ليس بالضرورة أن ترفع، بالمشاريع. طبعا ما في شك أنه هناك تكاليف لعملية تدريب السعوديين ولعملية نقل التقنية من ناحية الاستثمار بالمعدات إلى آخره، وهذه كلها طبعا عوامل تكلفة لابد أن تدخل في قيمة المشاريع، ولكن تحاول بالتعويض عنها من خلال الحياة الافتراضية للمشروع، دورة المشروع الكاملة. وش أقصد بهالكلام؟ الاستثمار الأساسي في شراء المنظومة لما تشري منظومات جديدة، ولكن التكاليف الأكبر في عملية الدعم والإسناد والصيانة لهالمنظومات على مدى حياتها 30 سنة 40 سنة. المنظومات هذه ما هي منظومات تعيش 5 سنين 6 سنين،
تعيش سنوات طويلة.